حياكم الله أحبة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد. سفينة أرض السواد ولأول مرة ترسو في محافظة نينوى أم الربيعين، المدينة الجميلة بشوارعها ومناخها وتضاريسها المتنوعة. التنوع ما مقيد فقط بالتضاريس، التنوع الجميل موجود بالنسيج المجتمعي، فكل الأديان والمذاهب والقوميات عادت لهذه المدينة تحت مظلة واحدة، وهي مظلة العراق وتضحيات الأبطال. نينوى من المحافظات الزراعية المهمة جدا، فالنسبة الأكبر من سكانها معتمدين على الزراعة، وما شاء الله الكثير من المشاريع اللي تخص الاستصلاح الزراعي موجودة في المحافظة، ولكن مع الأسف اتعطلت بسبب العصابات الإرهابية كتنظيم القاعدة وبعدها داعش. عادت عجلة المشاريع بهمة قواتنا الأمنية البطلة وبتضحياتهم العظيمة من حشد وجيش وشرطة ومكافحة الإرهاب وبقية الأبطال من مختلف المؤسسات الأمنية. حلقتنا اليوم عن مشروع ري الجزيرة الشرقي، هذا المشروع الاستراتيجي المهم اللي ممكن راح نربح به ربع مليون دونم تضاف للأراضي الزراعية العراقية الناجحة. مشروع كبير جدا، أنفاق وآليات وجهود ومهندسين ودراسات. خلونا نتعرف على هذا المشروع من خلال حلقتنا لهذا اليوم، يا رب حلقة تعجبكم، ابقوا ويانا. مثل ما قلنا في تقديمة الحلقة أنه هذا المشروع هو مشروع استراتيجي مهم، خاصة لمحافظة مثل محافظة نينوى، وهاي المحافظة استراتيجية بالزراعة. تخيلوا أحبة المشاهدين، إذا انتهى هذا المشروع إن شاء الله على خير والسلام، تقريبا راح يخدم أكثر من 200,000 دونم. اليوم نتكلم على رقم كبير جدا، يخدم أهالي نينوى، وأهالي نينوى اللي تعرضوا إلى مأساة كبيرة وحروب وصراعات ودخول عصابات داعش الإرهابية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي. الآن بدأت محافظة نينوى تنتعش وجود هذه المشاريع ووجود طاقات وطنية عراقية من قبل كانت وزارة الموارد المائية وأيضا جهود الهيئات الأخرى والشركات التابعة لهذه الوزارة. أعمال مستمرة رغم الصعوبات الكبيرة جدا، رغم الأخطار، رغم كثير من الأمور. اليوم حنتكلم عن نفق ممكن إذا ندخل أكثر عمق يقل الأكسجين، وانتوا تسمعون وتعرفون دائما الحوادث اللي يصير بالأنفاق أو المناجم على مستوى دول العالم. فاليوم نتمنى اليوم من دولة رئيس الوزراء المحترم، من مجلس النواب المحترم، من كل هذه الجهات اليوم المهمة في البلد، أنه ينظرون بإنصاف لكل العاملين بهذه المشاريع بموضوع خطورة وموضوع على آخرة. يعني اليوم العامل اللي موجود هنا أو المهندس ترى ما يفرق فرق كبير جدا عن العسكري والضابط اللي موجود بالسيطرات الأمنية. هنا أنا ممكن يتعرض إلى خطر، وأيضا هنا أنا ممكن يتعرض إلى خطر. أحد هذه القصص الخطر أنه قبل قليل، ولكن للأسف الكاميرا ما يعني كانت أخذت هذا الموقف، أنه كنا واقفين في بداية مقدمة هذا النفق وسقطت بعض الأحجار من فوقنا والله ستر. فاليوم نتمنى من جميع الجهات أنه تهتم بالعامل العراقي والمهندس العراقي بسبب هذه المشاريع استراتيجية ومهمة. مشروع ري الجزيرة هو أم ثلاث مشاريع رئيسية. مشروع ري الجزيرة الشمالي اللي تنفذ بتسعينات القرن الماضي، ومشروع ري الجزيرة الشرقي اللي هو حاليا في طور الإنشاء، ومشروع ري الجزيرة الجنوبي. ابتدينا بمشروع ري الجزيرة الشرقي عام 2009 حسب العقد رقم 26 سنة 2009، وتوقف العمل بالمشروع عام 2014 نتيجة دخول عصابات داعش الإرهابية إلى محافظة نينوى. والحمد لله وبتوفيقه وبدعم من دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير الموارد المائية
تم استئناف العمل في 7/4/2024 في المشروع. المشروع يتكون من عدة أجزاء رئيسية: القناة المغذية واللي تقع على بحيرة سد الموصل بطول 2487 متر، ومنشأ الماء خذوة، منشأ ضخم يضم بوابات رئيسية للغلق الكامل والفتح الكامل لأغراض الصيانة، وبعدها النفق الأول بطول 2125 متر. يتخلل منشأ برج البوابات هم لأغراض الفتح الكامل والغلق الكامل لأغراض الصيانة فقط، وينتهي بمنشآت المذب الأوتليت واللي من ضمنها البوابة الرئيسية المسيطرة على تصاريف المشروع. طبعا مشروع ري الجزيرة الشرقي هو مشاريع الري التكميلي، ويغذي أراضي زراعية تتجاوز 200,000 دونم في أراضي سهل نينوى، وهي أراضي خصبة جدا، تصنف على أنها جيدة جدا إلى ممتازة حسب دراسات الشركات العالمية. ويضم المشروع 9 مقاولات رئيسية. المقاولة الأولى اللي هي احنا في طور العمل بها هي المأخذ والأنفاق، وهي أصعب وأهم جزء من المشروع، وإذا تنفذ إن شاء الله وبعون الله راح بقية الأجزاء وبقية المقاولات تكون أعمال تقليدية، يعني ممكن تنفيذها حتى من شركات عراقية. يعني المشروع اللي بيه نفق لأن يمر من أراضي متموجة بها ارتفاعات عالية، صمم على وجود أنفاق لوجود معايير، بأنه أنت ما ممكن تحفر لأعماق كلش كبيرة تتجاوز 25 متر. أكو معايير بالتصميم أنه من تعبر 25 متر أنه يفضل أن يكون هناك منشأ نفق يكون أكثر جدوى اقتصادية، سواء يعني من ناحية المادية أو حتى من ناحية يعني الإضرار بالأراضي الزراعية الموجودة. يعني المشروع صمم من ثمانينات القرن الماضي، وضع المعايير التصميمية الرئيسية شركة تكنيبيريا الإسبانية، وبعدها في تسعينات القرن الماضي وضعت التفاصيل والتصاميم التفصيلية للمشروع شركة دجلة العامة لتصاميم مشاريع الري، وهي شركة ملغاة حاليا، يعني هي اللي وضعت التفاصيل والتصاميم الكاملة للمشروع. حدثت أضرار كبيرة بالمشروع خلال فترة التحرير، خصوصا هسه احنا في النفق الثاني هاي قدامكم، يعني كان مضروب مدخله ومذبه، يعني فكثير أضرار عن ما انحصت الأضرار وعن ما توفرت السيولة المالية والتخصيص المالي، والحمد لله استأنفنا العمل بالمشروع. قصف النفق يعني كان قسم من الدواعش رادوا يتخذوه يعني كملاذ آمن لهم، فتم قصفه من قوات التحالف حتى يملون المنطقة، بحيث أنه ماكو أي الضرر كان كبير؟ لا، الضرر يعني كان مجرد غلق النفق، يعني ما كان ضرر كبير، يعني بس مجرد غلق النفق من مدخله ومذبه. نعم. المشاريع قلت لك شمالي وشرقي وبعد الجنوبي. الجنوبي احنا الان بالشرقي. يخدم اي مناطق؟ مناطق سهل نينوى، ويغذي من 200 الى 250 الف دونم في اراضي خصبه جدا في مناطق سهل نينوى. طبعا المشروع اذا ان شاء الله يكمل ويتنفذ راح يوفر فرص عمل كبيره جدا، سواء اثناء التنفيذ او بعد انجازه. اثناء التنفيذ راح نحتاج ايادي عامله كثيره، واللي اللي راح يستفاد منها اكثر هو اهالي المناطق اللي راح يمر بها المشروع. وبعد التنفيذ هي اراضي زراعيه خصبه راح توفر فرص عمل كبيره في زراعه هذه الاراضي. نعم، هي هاي الاراضي والمناطق معروفة بشنو بالزراعة؟ والله هسه حاليا اكثرها تزرع، يعني تزرع الحنطة والشعير حبوب يعني بصورة عامة، مع وجود يعني اراضي كثيرة تزرع كمحاصيل صيفية. نعم. يعني وتغذي مناطق كثيرة بالمنطقة. يعني هسه حاليا اعطيك مثل على ري الجزيرة الشمالي، احنا يعني يوفر مثلا خضروات بالاضافه للحبوب، يعني حتى يعني بالخضروات من طماطه الى منتجات زراعيه اخرى، وكلها تصدر الى كافه انحاء العراق.
يعني هذا بس ري جزيرة شمالي، فكيف إذا تنفذ ري جزيرة الشرقي أو الجنوبي؟ الشرقي يصل إلى 250 ألف دونم، بينما الجنوبي يصل بين 400 و500 ألف دونم. فهي هاي مشاريع ري جزيرة تسمى، يعني تطلق عليها سلة خبز العراق، لأنها كلها أراضي خصبة جدا، إذا بس تحتاج أنه يتوفر لها الماء. وأكثرها هسه حاليا يعني دا تزرع، يعني تعتمد على الزراعة الديمية أو بعض الآبار الجوفية. والري التكميلي هو أنت عندك أمطار موجودة ما تحتاج تشغل المشروع، من ما أمطار ما موجودة أنه شغل المشروع حتى تضمن غلتك الزراعية. هسه احنا عنعاني، يعني هو امتلاء بحيرة السد الموصل هو مثل ما تفضلت هو مفرح، مفرح وبشارة خير للعراق ككل، لكن احنا كمشروع هو احنا بأسوأ فترة احنا استأنفنا العمل، لأن ايش عندنا؟ عندنا سي بي اتش كلش عالي، رشح، مياه رشح، طبيعة جيولوجية المنطقة خاصة النفق الأول قرب البحيرة هي صخور جبسية، والصخور الجبسية معروفة هي ذوب بالماء، ونتيجة التوقف الطويل بالمشروع، يعني ها صار لنا احنا 10 سنين من 2014 إلى 2024، يعني كثير تأثرت الطبقات الجيولوجية تحت الأرض، منطقة النفق الأول خصوصا، منطقة النفق الأول وصار ذوبان كثير، فإحنا الساعة في صدد معالجتها بطريقة التحشية، وهي نفس الطريقة اللي تستخدم بسد الموصل، حتى نقطع خطوط الرشح حتى نقدر نوفر ساحة عمل مناسبة إن شاء الله، وننجز بقية فقرات المشروع. أحبت المشاهدين لما سألت المهندس المقيم قلت له عن أصعب اليوم العقبات اللي تواجه عملكم كهيئة تشغيل، كمهندس مقيم، كشركات، أنا كان في مخيلتي أنه راح يقول لي مثلا موضوعة الأموال، موضوع مثلا قلة العاملين، ولكن أنه تكون بهذا المشروع العملاق والكبير جدا والمهم والاستراتيجي أنه المعضلة هي موضوع ساتر، مشكلة. اليوم إحنا نتحدث عن بلد واحد، عن حكومة اتحادية واحدة. كل التحية وكل الاحترام للأخوة حرس الإقليم أو ما يسمى بيشمرقة، كل التحية والحب لهم، عراقيين وإخواننا، وأيضا تحياتنا اليوم للقوات المركزية. فالتنسيق من أجل اليوم إنجاح مشاريع مهمة هذا واجب وطني على الحكومة الاتحادية، على حكومة الإقليم، لأن هذه المناطق اللي نتحدث عليها راح تستفاد من المشروع، مو فقط مناطق عربية أو كردية أو مسلمة أو مسيحية، لا، من تنوع اليوم أطياف الشعب العراقي راح تستفاد من الأكثر من 200 ألف دونم. فيعني أحد المعضلات الكبيرة الحقيقة أنا مستغربها جدا، وأن لحد الآن متأخر القرار بها، أنه مسافة، أنه لولا وجود هذا الساتر العسكري لحرس الإقليم أنه ممكن يوصلون خلال دقيقتين أو ثلاثة، مسافة جدا بسيطة، يروحون يعبرون أكثر من ساعة المهندسين والعاملين. وتعرفون يوم المهندس والعامل مو يروح بسيارات عادية، جرافات وأمور أخرى وشاحنات، وهاي الأمور اللي يحتاجوها من معداتهم المهمة لبناء هذه الأسرح العظيم. فاليوم نحتاج اليوم تعاون كبير، وما شاء الله الفترة الأخيرة، الفترة الماضية هناك تعاون وتفاهمات بين الحكومة المركزية، حكومة بغداد، وحكومة الأقليم، من أجل اليوم يعني حقيقة الخلافات الماضية، صراعات الماضي ممكن خلينا ننساها، أكو مشاريع اليوم مهمة توحد أطياف الشعب العراقي. والله إحنا الصعوبات الأخرى عندنا الساتر الترابي الفاصل ما بين قوات الجيش العراقي وقوات الإقليم. إحنا في طور حل هاي المشكلة، بس هي لحد الآن ما انحلت، لأن حصلنا الموافقات الكاملة، زارت أولا عدة لجان، يعني عدة لجان المشروع، من ضمنها سيد قائد عملية نينوى وقائد القوات البرية وضباط كبار من قوات البيشمركة ولجان ولواء ضباط كبار من قيادة العمليات المشتركة، وننتظر الجواب من مكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة عن الموافقة على فتح المنفذ خلال الساتر الترابي حتى يسهل لنا العمل. يأثر علينا كثير، احنا ما بين عملنا ما بين مدخل النفق ومذب النفق
هو كله النفق طوله كله كيلوين وشوية. احنا هسه عن نفتر حركة الآليات، حركة المكاين، حركتنا احنا نفتر مسافة، يعني هي الطريق يعني ما يتجاوز ممكن دقيقتين أو 3 دقائق ما بين مدخل النفق ومذب النفق، مش الانتيك وحتى الدائرة مالتنا اللي واقعة داخل الساتر الترابي. بينما هسه إذا نفتر ممكن نطول أكثر من ساعة عن ما نصل، يعني هاي الدقيقتين أو 3 عصير عندنا ممكن أكثر من ساعة. والله هي الأراضي كلها أراضي ضمن محافظة نينوى، هي كل الأراضي ضمن سهل نينوى، يعني أراضي سهل ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى. والله عندنا أنا قلت لك هاي صارت الأضرار يعني بالنفق الثاني خصوصا، يعني كثير أثرت علينا يعني، وكنا والحمد لله يعني كنا متوقعين أضرار أكثر، بس الحمد لله الأضرار إن شاء الله مقدور عليها وإن شاء الله كلها تنحل. فترة احتلال داعش للمحافظة كيف كانت إدارة هذه المشاريع؟ هذا إحنا كمشروع إحنا لأن شغلنا ضمن ري الجزيرة الشرقي، يعني مشروع توقف وبعد ماكو أي إدارة، يعني ما العمل بالكامل توقف يعني. نعم، لا سامح الله حدثت لكم حوادث بالنفق لبعض العاملين؟ يعني ما هذيك الحوادث الكبيرة، يعني صار عندنا يعني انهيارات ببعض أجزاء النفق أو حوادث بسيطة، يعني تعرف أنت العمل بالأنفاق يعني عمل ما سهل وعمل كلش خطر بخطورة كبيرة، العمل يعني نتعرض إلى خطورة كثيرة سواء من انهيارات من غازات من كثير شغلات يعني ممكن تأثر على العاملين بالمشروع. يعني معايير السلامة وين واصلين؟ والله احنا معايير السلامة يعني اكثرها مطبقيها، يعني كل الكادر العامل متخذ يعني متخذ الاحتياط الكامل سواء معايير السلامة، بس احنا لحد الان بيطور يعني ما صار لنا شيء من استأنفنا العمل وكلها ان شاء الله تتطبق خطوة خطوة ان شاء الله. توقعاتك متى سيكمل هذا المشروع؟ والله هذا الجزء إن شاء الله يعني إذا صارت الأمور بصورة طبيعية يعني يتنفذ خلال 3 سنوات أقل، إيه لأن مشروع وهذا الجزء هو جزء تخصصي يعني وعمل يعني راد له، لأن تنفيذه ستيب باي ستيب خطوة ورا خطوة، ما ممكن إنه حتى لو كثفت العاملين حتى لو هذه ما تقدر تنفذه يعني أسرع من هذا الوقت، لأن خطوة متعلقة بخطوة. الشركات اللي عملت بهذا المشروع؟ والله كان أيا حال كان الشركة تركية وشركة عراقية، وتنفذ تقريبا 38% من المشروع لغاية 5/6/2014، لحين توقف العمل. بس بعدها يعني واحد من الأسباب حدثت خلافات بيناتهم وما قدروا يحلوا تلكأوا بالعمل، فانسحب العمل منهم ونحال الى شركه العراق لتنفيذ مشاريع الري، وهي شركه حكوميه واحدة شركات وزاره الموارد المائيه، وهي شركه رصينه ومتمكنه ان شاء الله. واكيد اكو ناس اجور يوميه او اصحاب اليات نستعين بهم من بالاضافه للكادر الحكومي الموجود وكموظفين موجودين سواء بدائره المهندس المقيم او بالشركه الحكوميه شركه العراق لتنفيذ مشاريع الري. علاقتكم بهيئة الاستصلاح؟ هم رب العمل وهم المرجع مال. ارتباطك بهم؟ ارتباطي بهيئة مشاريع الري. من المدراء او الوزير يزورون هذه المشاريع؟ والله السيد طبعا هو المشروع يحظى طبعا بدعم ومتابعة من الدكتور المهندس خالد الشمال. نعم. وزار المشروع ومتابعه على ادق التفاصيل. ودعم متواصل للمشروع حقيقة يعني من والله احنا هسه اهم نقطة هو فتح المنفذ من خلال الساتر الترابي، نريد تستحصل موافقة من مكتب رئيس الوزراء حتى يسهل لنا العمل بشكل كبير، يعني فتح المنفذ يسهل العمل يعني يختصر لنا اوقات كبيرة يعني. ايوه صاير بسط النفق الاول، يعني مدخل المأخذ النفق الاول اللي واقع على بحيره سد الموصل هو داخل الساتر الترابي ضمن نفوذ قوات الاقليم، ومذب النفق خارج الساتر الترابي، يعني الحركه كلها صعبه. احنا هسه عن نعبر
من طرق ترابية وعبر سيطرات، سيطرة الإقليم وسيطرة الجيش العراقي، يلا نصل ما بين الانتيك وبين الاوتليت للنفق الأول. وهذا يمثل صعوبة كبيرة بحركة الآليات، وهذا خاصة طريق مزدحم جدا، يعني خاصة حركة الآليات. احنا يعني احنا بعد كم يوم راح يصير عندنا صب كونكريت، عندنا حركة آليات ما بين منطقة مدخل النفق ومذبو، يعني هاي كلش حركة صعبة راح تصير إذا ما ينفتح المنفذ. يعني يضاعف العمل بالأيام القادمة. أكيد أكيد. احنا هسا احنا قلت لك يعني شغلتنا انه ارتفاع مناسيب البحيرة من السد الموصل مأثر علينا بشكل، بس احنا واضعين للحلول، وإن شاء الله بعد العيد مباشرة نبلش بأعمال التحشية. إيه فهذه راح إن شاء الله نسيطر عليها، ظل بس شغلة المنفذ عبر الساتر الترابي. والله أكيد يعني الكل تتأمل وتنتظر إنه الماء يصل لهاي الأراضي الزراعية في سبيل أن تروى هاي الأراضي ويضمنون غلتهم الزراعية ويختارون محاصيلهم اللي تزرع، وإنه تكون مضمونة، يعني بأنه إذا ماكو أمطار ممكن يشتغل المشروع ويسقون ويروون أراضيهم الزراعية. إيه أحيانا بعض السنوات لما تكون سنوات غير مطيرة يعني يخسرون غلتهم الزراعية كلهم، حتى مثلا الحب اللي يزرعوه ممكن ما يطلعوا إذا تنعدم الأمطار أو تقل، أو تقل في فترات، تنقطع في فترات معينة. بس أنت من عندك مشروع راح تروي وقت ماكو أمطار، أنت تشغل المشروع تروي وكلها. وهذا المشروع أساسا هو مصمم على أساس الري الثابت، يعني كله ري بالرش، يعني مو يعني مستخدم طرق الري الحديثة وليس أساليب الري القديمة. طبعا احبت المشاهدين بعد ما شاهدنا كيفية حفر الانفاق والوصول الى اعماق كبيرة جدا وبعمل وجهد ومثابرة كبيرة جدا من المهندسين والعاملين في الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح وشركة العراق، انجاز حقيقي كبير جدا. الان انتقلنا مع كادر برنامجنا، انتقلنا الى المركز الرئيسي لشركة العراق وهي الشركة المنفذة لمشروع ري الجزيرة الشرقي، وهي بالقرب جدا من بحيرة الموصل أو بحيرة سد الموصل. احنا الآن مطلين على هذه البحيرة المهمة جدا اللي تعتبر من أكبر البحيرات الموجودة بالعراق، وخاصة بنقاء وجودة مياهها. طبعا أكيد راح نعمل لقاءات مع المهندسين في شركة العراق، وراح نعرف الكثير من الأسرار بعملهم والكثير من الإنجازات اللي حققوها. يعني مثل ما تشاهدون خلفي هذا السد اللي نقدر نقول عليه مؤقت، إجا بجهود كبيرة جدا على مود يمنع اليوم التدفق الكبير من بحيرة الموصل إلى هذا المشروع ويغمر ممكن للنفق. لأن مثل ما نعرف أكو معادلة عكسية، أنه كل ما ارتفع مناسيب سد الموصل وبحيرة سد الموصل أثر سلبا على عمل الأنفاق. فهذا الموضوع الآن مثل ما نعرف أنه هذه الأيام هو تقريبا اعلى ارتفاع موجود بهذه البحيره. حلقتنا مستمره، ابقوا يعني. شركه العراق العامه لتنفيذ مشاريع الري من الشركات الرائده والاولى في وزاره الموارد المائيه. تدخل تحديات كثيره في جميع المشاريع، منها مشاريع النفط، مشاريع الاستصلاح، الان مشاريع الانفاق. الاولى طبعا اول مشروع يمكن نعمل به بالانفاق.
مشروع الأنفاق تم مباشرة بسنة 2009. الأعمال الإرهابية أدت إلى توقف هذا المشروع في سنة 2014، ولم يرى النور حقيقة هذا المشروع إلا بعد عقبة من الزمن. إحنا الآن بسنة 2024، بعد ما تم سحب العمل من الشركة المنفذة السابقة وتم إحالته إلى شركة العراق، قامت شركة العراق بالمباشرة بالعمل بتاريخ 24/3 لسنة 2024. وأثناء الإحالة شركة العراق بكادرها مدير عامها بالمعاون طلعت لجنة على أعمال مماثلة، أعمال مماثلة في إقليم كردستان، أكو شركات عراقية يعني تنفذ هذه المشاريع، مشاريع الأنفاق. اطلعنا على اطلاع تام على كافة تفاصيل الأنفاق، شلون تنعمل، آليات المطلوبة. قامت يعني بإعداد خطة كاملة حتى نتوجه لتنفيذ هذه الأنفاق في مشروع ري الجزيرة. الأنفاق بمشروع ري الجزيرة بسنة 2009 تنفذت، وكما قلنا توقفت بسنة 2014. تعرضت للاندثار نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالت البلد، خصوصا أن موقع العمل تقع 30 كيلومتر شمال مدينة الموصل، أدى إلى توقف الأعمال وحصول اندثار، ويعني اندثار كبير في الأنفاق. تم ضربها من قبل يعني القوات الأمريكية بوجود دواعش داخل الأنفاق، وتم يعني النفق الثاني خاصة غلق المدخل والمخرج مالته. شركة العراق الآن الحمد لله والشكر تمكنت من رفع كافة الأتربة بالتعاون مع الجهد العسكري، الجهد الهندسي العسكري حقيقة مشكور. كشفنا المدخل والمخرج وتم الدخول إلى أنفاق وتم كشف الأضرار وجردها، والآن حاليا يعني وصلنا إلى مرحلة، طبعا رغم الصعوبات اللي واجهتنا بالنفق الأول بارتفاع مناسيب بحيرة الموصل، ارتفاع بحيرة الموصل طبعا هذه السنة يعني غير مسبوق، صعدت إلى مناسيب يعني وصلت 325 متر، أدى إلى يعني ارتفاع المناسيب السيبج اللي عندنا، فأدى إلى يعني امتلاء النفق الأول بالكامل. تم عمل كبر دام سد قاطعة بإحكام، والعمل جاري على سحب المياه من النفق لغرض المباشرة بتنفيذ فقرات الأنفاق. امتلاء السد نتيجة ارتفاع بحيرة سدة الموصل، هذه يعني شكلنا في التحدي كبير في إكمال الكفر دام، يعني ارتفاع غير مسبوق، يوميا يصعد عندنا فد 30-40 سنتيم، ونضطر إلى رفع السدة الترابية، حتى ما كانت بالحسبان أنه كميات هذه الكميات، يعني حاسبين فد شيء قليل، أنه كان قبل يعني سد الموصل إلى منسوب 319، الآن وصل ارتفاع إلى 325 متر. إضافة إلى الكبردام من المعوقات اللي نذكرها للمشروع هو قطع الساتر الترابي، حيث المشروع يقع النفق الأول ضمن إقليم كردستان، والساتر الترابي ومؤخرة النفق الأول ضمن الحكومة العراقية. الساتر الترابي ده نضطر نفتر يعني 40 كيلومتر لما يعني لما أريد أوصل للمخرج، بينما إذا صار طبعا تم مخاطبة الجهات الحكومية، وإن شاء الله متفائلين أن الحكومة العراقية باعتبار هذا المشروع تابع للبرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء، الحقيقة مشكورين يعني الآن جهودهم مبذولة بالإسراع بفتح الساتر الترابي. نأمل ذلك بعد العيد إن شاء الله حتى تكون مباشرتنا قوية، بما أنه إحنا هيئنا أمورنا إن شاء الله، كشفنا الأنفاق، بدينا بسحب الماء، النفق الثاني الآن نصبنا معمل الخبوط، جهزنا المواد إن شاء الله، يعني بعد العيد إن شاء الله بداية قوية لتنفيذ وإكمال الأنفاق. مشروع ري الجزيرة الشرقي يهدف إلى سحب المياه من بحيرة سدة الموصل، يمر عبر نفقين لوجود جبال وصعوبة فتح الجبال، يمر نفقين، النفق الأول يبلغ طوله كيلوين و125، وعلى بعد 11 كيلو نفق ثاني أيضا جبل تم عمله نفق يبلغ طوله كيلو و100 كيلو و172.
طبعا المشروعين مثل ما قلنا يسحب المي من بحيرة الموصل، وعبر تفرعات هذا المشروع يسقي مساحات من الأراضي تصل إلى أكثر من 200,000 دونم. وهذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية في النهوض بالإنتاج الزراعي، حيث بهذه المناطق يعني الزراعة تعتمد على الزراعة الديمية، السقي الديمي. أما الآن إذا نفذ هذا المشروع راح يؤدي إلى يعني سقي دائما، وبالتالي زراعة المحاصيل على طول الموسم. والله سد الموصل الآن يعني بطاقته القصوى يعني 9 مليار مكعب ساعة الخزن مالته، والحمد لله يعني مطمئن يعني لحد الآن قاموا بإجراء يعني صيانة دورية عليه، وأنا باتصال يعني إحنا حاليا حتى يعني السيد المقيم باتصال دائم مع أستاذ حاتم مدير السد، ودائما متابعة المناسيب والصعود والنزول، والحمد لله يعني السد بأمان وما عليه أي ضرر إن شاء الله. وما يأثر يعني ما أتصور الكمية اللي راح تسحب لهذا المشروع يؤثر على نسبة الماء بالنسبة للسد. قبل يومين طبعا احنا اتصالاتنا ببغداد والأجواء كلش حارة، سبحان الله احنا بالساعة 7 بدت أمطار غزيرة بالموصل ودهوك، وأمواج هواء عالي، أمواج على الكبردام المعمول بداية النفق الأول. حقيقة اضطرينا إلى البقاء لساعات متأخرة متأهبين خوفا على الكبردان، لأن الأمواج كانت كلش عالية. لما يعني هدت الأمواج ساعة 2 بالليل يلا اطمأنينا على الكبردام. يعني يعتبر الكبردام هذا عملنا الأساسي، حيث يعني أخذ كميات كبيرة من الحجر والأتربة وعملناه بجهد يعني استثنائي من بداية المشروع بتاريخ 24/3 لغاية اليوم. احنا محافظين على هذا الكبردام من أجل سحب المياه داخل النفق لنتمكن من المباشرة به، علما حيث يعني أبلغنا يعني هاتفيا أنه الدولة حاليا على استمرار بالحفاظ على مستوى منسوب بحيرة الموصل، حيث معتمدة على السقي الآن على الزاب الكبير من الزاب الكبير، ومناسيب بحيرة سدة الموصل ستكون ثابتة على هذا المسار، فيجب أن يعني نتعامل بالواقع الموجود. يعني مع احترامنا لباقي الشركات، شركات رصينة، شركة الرافدين، شركة الفاو، احنا نعمل باسم وزارة الموارد المائية، شركة العراق تتميز بتحديها لكافة الصعوبات، وأكبر مثال أنه هذا يعني بلغونا أنه المناسيب بحيرة سدة الموصل ستبقى على ما هو عليه. كان من الممكن احنا نكتب نتوقف لحين نزول المناسيب، الا ان شركة العراق عملت كفر دام يعني على طول القناة، والحمد لله تم تجربته يعني اول امس بامواج قوية امطار تعدى الحمد لله وظل صامد وما بشيء، يعني قناة قاطعة بس لغلق المياه لغرض سحب المياه والتمكن من حفريات النفق الأول. النفق الأول متبقي به حفريات تقريبا 360 متر، يجب يعني تنشيف يعني سحب المياه كاملة ونزول الآليات لغرض حفرة. المشاهدين، اليوم لما نتحدث عن عمل وجهود كبيرة جدا من قبل العاملين بمختلف الهيئات والشركات والوزارات، إن كانت وزارات أمنية ووزارات مدنية، فالجميع يد واحدة من أجل اليوم خدمة المواطن العراقي وخدمة البلد. اليوم لما نتحدث عن مشاريع استراتيجية مهمة مثل مشروع ري الجزيرة، إن كان شمالي أو جنوبي أو شرقي، فهذه المشاريع مهمة جدا.
اليوم نتحدث عن مشروع واحد من هذا المثلث راح يستصلح أكثر من 250 ألف دونم، ربع مليون دونم. كم عائلة، كم أسرة فلاحية راح تعيش وتسترزق على هذا الموضوع؟ بعد كانوا معتمدين فقط على موضوع الزراعة الديمية، ومثل ما تعرفون للأسف في السنوات الماضية موضوعة الأمطار مو شيء مضمون، يعني ممكن ينثر الحاب وينثر البذور ونشوف لو أكو مطر لو ماكو مطر. هذا اليوم راح يوفر ضامن كبير جدا للعوائل اللي عايشين في هذه المناطق. مثل ما أقول لكم ربع مليون دونم شيء كبير جدا. وموضوع آخر دائما نسمعه وحابين نستفسر اليوم من المهندسين موجودين بهذه المنطقة، إنه يابا سد الموصل راح ينهار، سد الموصل هيجي بيه حتغرق الموصل وممكن تغرق بغداد. فراح نسألهم على هذا الموضوع، مهم جدا. مع العلم احنا واصلين الى مرحلة انه سد الموصل الان باعلى قدرة استيعابية وصلهم منذ ممكن سنوات طويلة وطويلة. بحيرة سدة الموصل كانت ذات مناسيب قليلة جدا، في هذا الموسم حصل زيادة غير مسبوقة حيث صعدت مناسيبها الى 325، وهو السعة الخزنية التامة للسد. الحقيقة كانت عندنا معاناة كبيرة بإنشاء السدة الكفر دام نتيجة اللي خلفي بالضبط نتيجة ارتفاع يومي لمنسوب المياه، فاضطررنا إلى زيادة السدة الترابية يعني بارتفاع أكثر من 328 متر لغرض الحفاظ، لغرض الحفاظ على السدة وتقويتها يوميا باعتبارها المفتاح الأول لتنفيذ النفق الأول، لأن بدون عمل السدة الترابية صعب سحب المياه من النفق الأول، وبالتالي المفتاح العمل كان السدة الترابية. تعرضنا إلى يعني من مباشرة المشروع من يوم 24/3 سنة 2024 بدينا باعتبار بالسدة الترابية، وكانت ذات كميات حقيقة قليلة بجدول الكميات 6000 متر مكعب. الآن يعني كل جهدنا ذبيناه أنه نعمل على رفع السدة من أجل الحفاظ على منسوب وسحب المياه من النفق الأول. اتصلنا بمدير سد الموصل وكان جوابه أنه الدولة مستمرة بالحفاظ على منسوب المياه 325، وبالتالي ما أقدر أنتظر أقول نطلب توقف عمل وبإيدنا حل، بإيدنا حل إنه نسوي. إحنا قلت لك شركة العراق شركة تتحدى نفسها بتنفيذ الأعمال، وبالتالي عملنا بكل جهدنا من أجل إنشاء السدة وتدعيمها وتقويتها بالحجر من أجل أن نستطيع أن نبدأ بتنفيذ النفق الأول. الفكرة كانت من الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح موجودة بجدول الكميات إنه يعني أكثر من سدة، لأن كانت من مناسيب قليلة نقدر نعمل أكثر من كفر دام، إلا أنه ارتفاع المناسيب. طبعا احنا عملنا قبل بدينا بعمل كفر يعني كفر دام ثاني، إلا أنه ارتفاع المناسيب المياه بصورة مفاجئة اضطررنا إلى رفع المنسوب، ترك السدة القديمة ورفع هذه السدة. شركة العراق كمهندسين أعمالها في كافة المحافظات، أي مشروع يصدر لشركة العراق بأمر من السيد المدير العام يتم يعني تحديد مدير مشروع للمشروع. مدير المشروع بدورة يختار الكادر الملائم لهذه المشاريع، وبالتالي احنا يعني اغلب حياتنا تعلمنا انه بالمشاريع بالمحافظات باي محافظه احنا نروح تاجير دور، والحقيقه يعني الشركه تصرف بدل اطعام تجهيز سيارات، يعني دعم كامل من قبل سيد مدير عام. والله بدايه تعييني بسنه 2001 عملت بتكسيه نهر دجله، إضافة إلى 4 سنين بمشروع شرق الغراف مدينة الناصرية الرفاعي، عملت ناظم الورار مدير مشروع كنت، مشروع ري الرمادي أيضا أنجز قبل فترة تم الاستلام، والآن في مشروع ري الجزيرة الشرقي.
أغلب المحافظات يعني، بس يمكن البصرة بعد ما وصلت لأن يوجد كادر مهندسين من شركة العراق بالبصرة وبالجنوب. إقليم كردستان حتى إجوا السادة الضباط أثناء اللقاء لغرض فتح الساتر الترابي، والتقوا مع الضباط يعني حتى بعض منهم واحد يعرف الآخر، وكانت علاقة كلش حميمة ومتساعدين جهتين الحقيقة من لغرض فتح الساتر الترابي. وأي معوقات ما عندنا الحمد لله، وإحنا ببلدنا إن شاء الله إذا كان بالإقليم وإذا كان بالعاصمة. كان من أقصى منسوب لسد الموصل قبل موسم يعني كان 319، الآن سد الموصل سعة الخزنية 9 مليار ومحافظ على هذا، ومحافظ على منسوب 325، على منسوب 325. هنالك يعني زيارات دورية لسد الموصل من قبل مدير السدود، من قبل حتى معالي وزير الموارد المائية، متابعة مستمرة للسد، والسد بحالة جيدة. تم إجراء معالجات كثيرة وضمن نطاق هندسي بحت مما أدى إلى زيادة ارتفاع منسوب بحيرة الخزن. طبعا هذه المرحلة الأولى، المرحلة الصعبة، كل مشروع بدايته هي المرحلة الصعبة. هاي المرحلة الأولى واجهتنا صعوبات الأنفاق، والمرحلة الثانية تكون أسهل، يعني مرحلة حفريات، مرحلة تقاطع طرق جسور، يعني مرحلة سهلة. يعني مجرد نجاحنا بهذه المرحلة واللي نعتبرها تحدي لشركة العراق، وإن شاء الله تنجز بالمدة المقررة اللي هي 900 يوم تقويمي، يعني ستجني الثمار عندما تشاهد أنه الأنفاق تم دخول المي إلها وتم يعني إنهاء المرحلة. وبالتالي هذا فد شيء راح يعزز ويسرع إنجازنا بالمرحلة الثانية التي تثمر للفلاح أن يسقي الأرض بدل يعني السقي الديمي، يكون سقي بواسطة إن شاء الله المنشآت، التفرعات من مشروع ري الجزيرة الشرقي. مشروع ري الجزيرة الشرقي طبعا مشروع الأنفاق، مشروع يعني خلينا نقول الأول لمشاريع وزارة الموارد المائية. بفضل الله يوجد يعني مهندسين بشركة العراق، يعني السيد المعاون استاذ محمود نوري، المهندس إحسان الخبير، يعني يعرفون أدق التفاصيل بالأنفاق وكأنهم منفذين أنفاق عدة. بفضل الله ومنته إن شاء الله ينفذ وحسب المواصفات الهندسية المطلوبة. إذا واجهتنا معوقات لا بأس يعني نشارك، بس إن شاء الله ينفذ بيادي عراقية. مشاريع دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ليس فقط للمياه، وبدليل مشاريع بغداد الآن يعني بهذه المرحلة من رئاسة الدولة نعتبرها مرحلة مشاريع. كثير من المشاريع مشاريع طرق، مشاريع جسور، مشاريع أنفاق، الآن يعني دولة مشاريع. وهذا المشروع لم يرى النور لولا يعني دخول البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء. وبالتالي هذه المشاريع كانت مندثرة حقيقة وعلى مدة عقد من الزمن، يعني احنا الآن بسنة 2024، المشروع متوقف من 2014، ما حد دار أي اهتمام إليه إلا في برنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء. أحبتي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد من شمال محافظة نينوى، بالتحديد أكثر تقريبا إحنا بالقرب أيضا من محافظة دهوك العزيزة. محافظات، كل محافظاتنا العراقية عزيزة على قلوبنا، عرفنا الكثير والكثير عن مشاريع مهمة جدا قاعد تعمل بيها وزارة الموارد المائية، وأهمها مشروع ري الجزيرة اللي اليوم تكلمنا على الجانب الشرقي من هذا المشروع المهم اللي راح يخدم عوائل كثيرة وأسر كثيرة اللي معتمدة على الزراعة. مثل ما تشاهدون خلفي هذه المناطق الزراعية اللي تعتمد على زراعة ديمية،
ممكن حيجيها ضامن مهم جدا وهو هذا المشروع المهم والاستراتيجي. بلدنا بلد خير، من المحافظات الجنوبية إلى المحافظات الشمالية، وأرض السواد ما زال وحيستمر إن شاء الله بجهود الخيرين في كل محافظاتنا العراقية لنقل اليوم الصورة الحقيقية إنه أرض السواد أرض خير وبركة. أحبتي المشاهدين، انتظروا حلقاتنا الأخرى إن شاء الله، حلقات راح تكون جميلة. إلى اللقاء.